شيفر سانتي. في شيفر سانتي كالعادة باش نعطيكم أهم الأرقام على المستوى العالمي وخاصة فيما يخص مرض السكري. واحد من كل 10 أشخاص حول العالم مصاب بالسكري، وخاصة أنه السكري مسؤول عن 6.7 مليون وفاة في العام 2021 بواقع حالة كل 5 ثواني، وارتفاع من 4.2 مليون شخص في عام 2019. 4 من كل 5 مصابين بالسكر، 81% يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، و1 من كل 2 بالغين مصابين بالسكر لا يتم تشخيصهم بواقع 232 مليون، والغالبية يعانون من مرض السكري من نوع 2. أعلى عدد مصابين بالسكري يوجد في غرب المحيط الهادي بإجمالي 206 مليون ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى 260 مليون بحلول 2045 بزيادة قدرها 27%. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. شيفر سانتي.